حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ ابو بكر الى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجه الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك